هذه الأمة فلن تضرها في أعماق تاريخ. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. شاهدي العزيز، إن ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة صورية، وإنما هو مفهوم متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية. فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فارتدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب الوطن والوحدة والتفاؤل والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولداكم مكونات الشعب المغربي. وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا بتقديم ملف الترشيح المشترك مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال احتضان نهاية كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات. إنه ترشيح غير مسبوق يجمع بين قارتين وحضارتين إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعب المنطقة شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم. وتتجلى الجدية كذلك في مجال الإبداع والابتكار الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف المجالات. وأخص بالإشادة هنا إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها الشعب المغربي. وهي مشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة صنع المغرب، وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المتيح. كما تتجسد الجدية عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا العربي الترابية. فهذه الجدية المشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وآخرها اعتراف دولة إسرائيل وفتح قنصليات بالعيون والدخلة وتزامن الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص أدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل وأن تشمل جميع المجالات. الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. وفي المجال الاجتماعي وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، كما أن الجدية التي نريدها تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والعمل. والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء تقييم الأحكام والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص. شغلي العزيز، لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم وتوالي سنوات الجفاف على المستوى الوطني في ارتفاع تكاليف المعيشة
وتبادل وسيلة نمو الاقتصاد. لذا وجهنات حكومة لاتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق المنتوجات الضرورية. واليوم مع ظهور بعض المواد التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتأسيس سمو وانتعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفات، وقمنا بتسليم رسائل قطاع الطاقات المجردة. وإذا الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن أعدت الحكومة مشروع أرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وإننا ندعوها للإسراع لتنزيله بالجودة اللازمة وبما يضمن تمكين تثمين المؤهلات التي تدخل بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعي. واستكمالا لوجه الحماية الاجتماعية ننتظر المشروع نهاية هذا العام، كما كان مقررا في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة. ونأمل المساهمة هذا الضغط المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم. وستشكل هذه الخطوات إن شاء الله ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لزيادة كرامة المواطنين في كل أبعادها، إما في مجال تدبير الموارد المائية الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة. لقد حرصنا على بلورة برنامج وطني للماء لفترة 2020-2023، وإننا ندعو للتتبع الدقيق في كل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شك من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي إلى مسؤولينا. شعبي العزيز، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغرب الأصلي. أولا بالتمسك بأقيام الدين والوطنية ومشعارنا الخالد الله الوطن الملك. ثانيا في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. ثالثا في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك. رابعا في مواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز الأدانة الاجتماعية والمجانية. شعبي العزيز، إن أملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار. وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد يؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نصم هذه المناسبة موجهة تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجنبها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله وأطوارهم. وبشر الختام قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.